جمالية حتى في العقاب، عجيب، جمالية في القصاص، جمالية جنائية. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، اسم هيئة، كيف نذبح؟ ولذلك قال مشيرا إلى نمط من هذا الإحسان: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إنه يأمر بذبحة جميلة، ذبحة متقنة محسنة مجودة. ولذلك في الحديث الآخر حين رأى رجلا يتعسف في قود الشاة إلى مصيرها الأخير قال: ويلك، أتريد أن تميتها مرتين؟ إلى أن قال: قدها إلى الموت قودا جميلا. وين الذبح الجميل؟ قال له: أين الذبح الجميلة؟